لا تسوف جزاك الله خير، لا يأتيك الشيطان يمنعك عن طلب العلم أو عن مجالس العلم جزاك الله خير، فيقول لك يا أخي إيش حنستفيد، نفس الكلام مكرر. يقول شيخنا الشيخ الخضير يقول إذا كانت قصة موسى في القرآن بلغت 25 مرة، ماذا تريد من طلبة العلم؟ يخترعون لك دين جديد؟ ما هو نفس الكتب ونفس العلوم. وكما قال الناظم يا صاحب العلم كرر فإن المكرر أحلى، ما في مانع. بل كان بعض المشايخ يقرأ الكتاب ويتمه ثم يبدأ فيه مرة أخرى. شيخنا الشيخ محمد المختار قرأنا عليه الزاد 7 سنين في مسجد رسول في مسجد عائشة بالتنعيم بمكة، وهو الشيخ يعيد الكتاب مرة أخرى ومرة ثانية ومرة ثالثة إلى غير ذلك. بل إن الشافعي رحمه الله المزني قرأ عليه كتاب الأم، معذرة، قرأ عليه كتاب الرسالة في أصول الفقه، وهي طبعا توقع الرسالة كيف أتت سبحان الله، ولماذا سميت بذلك. عبد الرحمن بن مهدي أكبر من الشافعي لكنه كان يجله فكان يسميه بالأستاذ، فأرسل إليه وقال يا أستاذ لو كتبت لنا رسالة في أصول الفقه. أول ما كتب في أصول الفقه الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، فكتب الرسالة، فكان المزني تلميذه يقرأها عليه، قرأها 50 مرة وفي كل مرة يعدل ويصوب ويزيد وينقص إلى غير ذلك. ثم قال أوه، أو قال أوه، أبى الله إلا العصمة لكتابه، أنشر خلاص. ولذلك قال النسفي وغيره قال وما من أحد يقرأ عليه كتاب مرة ومرتين إلا ويزيد وينقص فيه. وقال آخر إلا الله عز وجل ما بدأ كتابه معتذرا حاشاه، إنما قال ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه. نعم.